خليني اشوف لكم شنو اشتريت. هسه جيت من السواق، جعت بدي اكل كاليفلاور بيتزا من كوستكو. اسفه للتريعه. اذا ما مجربين كوستكو البيتزا مالتو مع كاليفلاور جنن. بدي اشوف لكم السواق مع الاسواق العربيه بعدين اسوي كوستكو. اخذت فلفل الوان عجبني احشيهم، اكل صحي راح تكون ويا لحم. اخذت شيء صغير مال بوتيتا، اخذت ميلون هاي اللي تكون اعتقد خضرة جوا وهاي طيبه تعجبني. اخذت دبس رمان ملح، اخذت شم خوخايه، اشتريت هواي كميه مال مال الفواكه حتى تملي الاسبوع واحد، فاشتريت شويه من كل شيء حتى ما تخرب، لان انا ما شاء الله اشياء امريكا تخرب بسرعه حتى لو تكون اورجانيك. اخذت خوخ مع اللي بيه شعر، اخذت قرنبيط راح اسوي كميه طرش صغيره، بلاك بينز راح اسوي سلطه مع بينز وكورن، عندي هنا طماطه، اخذت اوريجانو واخذت هذا الهول كلوفز اسمع قرنفل. اخذت مخضر، اخذت 3 طاقات مع الكزبره الفريش، اخذت 2 معدنوس، اخذت ذرة عاجبني اسويها روست واحطها بالسلطة، اخذت ثوم وهذول الانهايم بابرز يخبلون، اخذت 2 عرموط واخذت اورنج عاجبني اشرب مي ماله، كمية خيار راح اسوي بيها سلطة واحطها بالطرشي، اخذت 1 بصل احمر اوريدي عندي بالبيت، اخذت سماق فطر، اخذت تفاح وهذا اعتقد انجاص، اخذت 5 بوحدة، اخذت الريد كيدني بينز هاي الفاصوليا الحمراء، انا عندي لحم مثروم، واخذت ستيك راح اسوي ستيك بايت فيها خضروات هذا النيويورك ستيك، اخذت هم بعد تفاح. راح ابدي بكوستكو، اني احط هذا ولا من اغسل ملابسي يطول ريحه هواية طيبة، هم كان بسيل فأخذت 1 هاي ستين استعمله هواية طيب، أخذت ليمون الأخضر، أخذت باينابل، أخذت رقي، ما أخذت الرقية الكبيرة لأن تأخذ هواية مجال بالثلاجة وهواية صعب أني أقصها فأخذت 2 أحسن، أخذت عسل، أخذت الهاني ميد كراكرز عجبني أسوي تشيز كيك وياهم وهذا يكون البيس، أخذت مينجو، أخذت حليب هنا يجي 3 دبات بي يجي يعني أحس نفسي أرنب هواي أني أحب الجزر. أوكي هذا آخر شيء، أخذت الإنك هيرا هذا الخبز اللي أستخدمه هواي طيب وكان صحي، نانا أخذت الستيك سيزنينج مرات نسوي ستيك باربيكيو هذا طيب، نانا أخذت تاكو سيزنينج، هاي اليوغرت كانت on sale 12 وحدة ما أعرف نسيت شكت فأخذت. أخذت strawberries تلابيا عجبني أقليها وأسويها في الشي يعني شوف شون جبالي cauliflower crust pizza جوا معناتها تكون قرنبيط صحية تجي 2 ب$13 هيك شوية غالية بس وايا طيبة وايا هم صحية. أنا أخذت turkey bacon، أنا أخذت bananas، أوكي هاي cauliflower rice قرنبيط يعني سووا substitute بدل تمن وتكون هواية صحي فأخذت من عنده وهذا مسواقي مع الأسبوع وإن شاء الله أشوفكم فيديو ثاني.